سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في شهر مارس الماضي، مازال الفيروس كيصيب كل نهار آلاف الأشخاص وكيفتك بحياة العشرات. نشوفوا جميع كيف نوضعوا الكمامة. يسخ يديرها بواحد الطريقة سليمة، يعني يديرها تغطي ليه النف ديالو والفم ديالو بحال هكذا. حنا ملي تنستقبلوا المرضى ديالنا تنطلبوا منهم أنهم يبقاو دايرين الماسك ديالهم. الناس دايرين لي فيزيير، لي فيزيير ما صالحينش، خاصو ولا بدا تكون الكمامة. يحس الإنسان بهذا خاصو يمشي عند الطبيب يدير التيست باش يعرف راسو بأن هذا باش يبدا العلاج. والوقاية أحسن من العلاج. كنديروها وستر الله صحتنا جميع. الأحد زوالا على دوزام.